حبايبي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا بيكم في مادة جديدة عليكم أول مرة ناخدها، اسمها Le Français. Le Français، الفرنسي اللي هو الفرنش، بس احنا هنقوله فرنسي. مادة جديدة سهلة وبسيطة، هنتعلم فيها حاجات كتير، هنبتدي بالراحة وهناخد كل حاجة بالتفصيل. وزي ما انتوا شايفين مفروض أول حاجة نتعلمها تكون الألفابي. الألفابي يعني الحروف، والحروف بتتكتب في الفرنسي زي الإنجليش بالضبط، نفس الكتابة. عايزين تكتبوها مفردة، عايزين تكتبوها متشبك، زي ما انتوا عايزين. هيبقى الفرق ما بيننا وبين الإنجليش هو النطق، النطق هيختلف. فدي أول حاجة هنتعلمها مع بعض، الحروف اسمها الألفابي. الألفابي هبتدي كده من الأول وبالراحة، واللي يحب يقول ورايا يقول آ آ بي سي دي أ أ. هقولهم تاني، A B C D E F G H H I J K L M N O. هقول من الأول تاني، A B C D E F G H I J K L M N O P P Q Q R. وفي ناس كتير بتحب تقولها أغ، أر، أغ، أس، تي، بي، كيو، أر، أس، تي، يو، يو، في، في، دوبل في، دوبل في، إكس، X, egg, egg, reg, z. هقول من الأول تاني، A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O P Q R S T U V W X Y Z. والحروف في الفرنسي بتتقسم لنوعين. أول مجموعة بنسميها لي فويل. فويل، الفويل اللي هي الحروف المتحركة اللي هم الفاولز. الفويل زي بتوع الإنجليش بالظبط، وهنزود عليهم اتنين، نقولهم كده آ أ إي
O U H Y. هقولهم تاني. A E I O U H Y. دي الحروف الفويل. بعد كده عندنا الحروف الكونسون. كونسون اللي هي الحروف الساكنة اللي هي باقي الحروف. بيقول لي ايه عليهم؟ بيقول لي ان الحروف الساكنة غالبا لا تنطق في نهاية الكلمة. يعني في كلمة زي دي، كلمة جران، اهو وقفت عند الان ما نطقتش الدي عشان الدي من الحروف الكونسون. لكن في اربع حروف غالبا ما تنطق في نهاية الكلمة في كتير من الكلمات، اللي هم ايه؟ C F L R. C F L R يبقى دول الاربع حروف الكونسون لو جم في اخر الكلمة ينفع يتنطقوا، غير كده ما بينفعش الحرف. ودي الكلمات اللي بننطق فيها اخر حرف، نمشي كده مع الكلمة. سك، شيف، مال، بروفيسور، نيل. هتبص تلاقوا عندنا على حرف الأ في زي فتحة كده أو شرطة محطوطة فوقها، ليها ثلاث أشكال زي ما انتوا شايفين. دي في الفرنسي بنسميها أكسون. أكسون، طب إيه لازمتها؟ اللي الأكسون لما بتتحط على حرف الأ بتغير من نطقه، بتخلينا ننطقه A A زي ني، إيكول، مير، إتر، بارلي، ديزولي. وحرف الأ اتنطق A. حرف الأس، حرف الأس ممكن يتنطق Z. إمتى؟ لو اتحط وسط اتنين فويل زي ما نطقنا آخر كلمة فوق كانت ديزولي، أو حرف الأس في اتنين فويل، واحد قبله واحد بعده. وحرف الان لو جه في آخر الكلمة، ده من الحروف الكونسون المفروض ما يتنطقش، قال لي لا بننطقه خفيف خالص يعني كأنه طالع من المناخير كده، بننطقه ان ان. تعالوا نشوف ميزون، اهو حرف الاس في اتنين فويل، واحد قبله واحد بعده، فنطقنا زد. وحرف الان جه في الاخر فنطقنا ان، يبقى ميزون. ان الان اتنطقت خفيفة. تلفزيون، تلفزيون نفس الحكاية. حرف الاس كمان ينفع يتنطق زد لو مش بس في نفس الكلمة، ده لو كلمتين ورا بعض، لو اخر حرف في كلمة كان حرف اس والحرف اللي قبلها فويل واول حرف في الكلمة اللي بعدها فويل، يعني ده كلمتين كمان مش في كلمة واحدة، اهو زي ما انتوا شايفين حرف الاس في نهاية كلمة وقبليه حرف فويل وبداية الكلمة اللي بعده فويل، هتتنطق زد. طب احنا كده هنشبكهم في بعض؟ قال لي اه، هنقراها كأنها كلمة واحدة مش كلمتين، فهننطقها ليزامي ليزامي، ليزيكول ليزيكول. ايه كمان؟ بيقول لي حرف اليو، حرف اليو مش هيتنطق لو كان قبله حرف من الاتنين دول، حرف الجي او حرف الكيو. يعني لو في واحد من الحرفين دول وبعديه يو، يبقى اليو دي مش هتتنطق. زي دول اهو،
ما بقولش كواتر، بقول كاتر. عديت حرف الاي خالص كأنه مش موجود. كاتر، جيتار، كي. حرف الاش حرف صامت، مش بيتنطق خالص في الجملة، في الكلمة، لا في أولها ولا في النص ولا في أي مكان. يعني هنا هبتدي النطق من أول حرف الأو، فهقول أم، أوتيل، أبيتي. ونتنقل لبعض الكلمات المهمة في الفرنسي، في أساس تعاملنا اليومي هنستخدمهم كتير قوي. نقول مع بعض كده، لما حب نقول لحد هاي هنقول ساليو ساليو، نصبح على حد بونجور بونجور، مساء الخير بونسوار بونسوار، واحنا رايحين ننام بنقول بونوي بونوي. هقول تاني الكلمات دول، ساليو بونجور بونسوار بونوي. في كلمة معروفة بالنسبة لنا وبنستخدمها من غير ما نعرف ان هي فرنسي، ميرسي ميرسي، لما نحب نشكر حد بنقول ميرسي. طب عايزين نقول العفو، لو حد قال لنا ميرسي هنقول دريان دريان، ميرسي دريان. هنسيب حد ونمشي هنقول أرفوار أرفوار. لو عملنا حاجة غلط وحبينا نعتذر عندنا كلمتين، باردون باردون، ديزولي ديزولي. هقول الكلمات دول تاني، ميرسي دريان أرفوار باردون ديزولي. لما نتفق على حاجة ووافق أقول أوكي داكور داكور. لما نحب نقول من فضلك على حاجة عندنا طريقتين، طريقة للإحترام لو حد كبير، وطريقة لحد قدنا. الإحترام هنقولها سيلفو بلاي سيلفو بلاي، أما بقى لو حد صغير زينا هنقول سيل تو بلاي سيل تو بلاي. هقول الكلمات من الأول، ساليو بونجور بونسوار بونوي ميرسي دريان أوروار باردون ديزولي داكور سيل فو بلاي سيل تو بلاي. عندنا بقى la phrase la phrase la phrase، يعني الجملة ال sentence. la phrase تتكون من ايه الفراز؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. تتكون من ثلاث أجزاء. أول جزء بنقول عليه سوجي سوجي، بعد السوجي اللي هو السبجكت يعني يجي verb verb، بعد كده complement complement. يبقى أي فراز تتكون من ثلاث كلمات، دي الفراز السامبل البسيطة جدا، سوجي verb complement سوجي verb complement. السوجي اللي ممكن يكون حاجتين، ممكن ابتدي الفراز بنوم نوم يعني اسم نوم، وممكن السوجي يكون برونون 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 يعني ضمير. يبقى السوجي ممكن يكون نوم او برونون اسم او ضمير. الفيرب بقى في الفرنسي بيتكون من 3 جروب 3 3 يعني 3،
من trois groupes من ثلاث مجموعات. أما الكومبليمون فده يبقى أي حاجة، ممكن يبقى صفة، ممكن يبقى ظرف، ممكن يبقى أي حاجة. يبقى نقول تاني الفراز، فراز في الفرنسي تتكون من سوجي verb complément. السوجي ممكن يكون نون أو برونون. الفيرب بيتكون من trois groupes. نمسك بقى أول جزء من أجزاء الفراز اللي هو السوجي. احنا عرفنا إن السوجي يا إما نون يا إما برونون. لو نون مفيش مشكلة أي اسم، لكن بقى لو برونون يبقى محتاجين نعرف حاجة اسمها le pronom sujet. le pronom sujet ضمائر الفاعل، الضمائر اللي هتبقى سوجي، زي أنا، أنت، هو، نحن. تعالوا نعرفهم بقى بالفرنسي دول اسمهم إيه. أول ضمير معانا je. je. tu. tu. il. il. elle. elle. دول بتوع المفرد، هقولهم تاني من الأول: je. tu. il. ال. نكمل: نو، نو، فو، فو، إل. وهناخد دلوقتي بعض الملاحظات على البرونوم. أول ملحوظة عندنا على الضمير إل، يقولي الضمير إل ينفع نحطه بدل أي اسم مفرد مذكر عاقل أو غير عاقل. إحنا ما عندناش برونون للحاجة غير عاقل، فلو حاجة غير عاقل مفرد مذكر هنعملها زي العاقل بالزبط، هنحط بدلها إيل. ألي فا أو كلوب، أنا ما يهمنيش تعرفوا المعنى، بس عايزين نعرف دلوقتي ألي ده جاي في بداية الجملة يعني سوجي. لو حبينا نستبدله ونحط بدل منه برونون هنحط ايه برونون؟ يبقى لازم ابص على علي ده نوعه مفرد مذكر، يبقى هحط بداله ضمير مفرد مذكر اللي هو إيل، تبقى إيل. le livre est bleu. le livre احفظ معناها كويس. le livre يعني الكتاب. le livre. طب انا عايز اشيل le livre ده سوجي بس جاي اسم، عايز احط بدل منه برونون. le livre دي كلمة مفرد مذكر هنحط بدلها il لانها تنفع للعاقل وغير العاقل. تاني برونون معانا عندنا الضمير l، بيتحط بدل الاسم المفرد مؤنث برضو عاقل وغير عاقل. منى اكوت لا راديو. منى، منى ده سوجي عايزين نشيله ونحط بداله برونون. منى ده اسم مفرد مؤنث هنحط بداله ال. لا تابل اي جراند. لا تابل. لا تابل يعني الترابيزة. لا تابل. طب عايزين نشيل لا تابل ونحط بدل منها برونون. لا تابل مفرد مؤنث يبقى هيتحط البرونون ال. يبقى عندنا كلمتين مهمين نحفظهم كويس: لو ليفر الكتاب، لا تابل ترابيزة. البرونون اللي عندنا بعد كده إلى فيكس، اللي بيتحط بدل اسم جمع مذكر أو جمع مختلط
جاء معنى حاجة، معنى مختلط يعني مذكر ومؤنث، طبعا عاقل وغير عاقل، يبقى إلى فيكس بيتحط للجمع سواء جمع مذكر أو حاجة مذكر مع حاجة مؤنث، لو حبينا نحط بدلها برونون جمع هيتحط إلى فيكس. لي جارسون، لي جارسون، لي جارسون يعني الأولاد، الأولاد، لي جارسون. عايز أشيل كلمة لي جارسون ده سوجي وحط بدل منه البرونون. الجارسون ده جمع مذكر، يبقى هنحط بدل منه إيل. ألي إي مونا، ألي إي، إي يعني أند، و ألي مونا أهو ده جمع مختلط، أهو ولد وبنت، مذكر ومؤنث. طب دول اسمين يعني جمع، طب عايزين نشيلهم ونحط بدل منهم برونون واحد بس، يبقى هيتحط إلى فيكس. لي ليفر، لي ليفر، احنا لسه حالا قايلين لي ليفر يعني تري بيان يعني الكتاب، طب هنا جمعناها يبقى الكتب، عايزين نشيلها ونحط بدلها برونون هنحط إلى فيكس. آخر برونون عندنا إلى فيكس، بيتحط بدل أي اسم جمع مؤنث عاقل أو غير عاقل. نحفظ الكلمة دي كويس، لي في، لي في، في البنات، لي في، هنشيلها ونحط بدلها إلى فيكس. لو انتوا لاحظتوا في الكلمات اللي فاتت هتبصوا تلاقوا في بعض الكلمات قبلها ل، وبعضهم كان قبلها لا، وبعضهم كان فيهم ل. دول بالظبط عاملين زي ألف ولام في العربي، ال دي أدوات معرفة بتخلي الكلمة فيها ألف ولام، ل دي كلمة مفرد مذكر، لا للمؤنث، لي للجمع. يعني أنا ممكن كلمة مبقاش عارف معناها لكن أعرف نوعها دي مذكر ولا مؤنث، قال لي آه من خلال الأدوات دي اللي هي أدوات المعرفة اللي هي الألف واللام، بقدر أعرف الكلمة دي نوعها إيه. ل للمذكر، لا مؤنث، لي للجمع. عندنا دلوقتي طالب مني هعمل حاجة، بيقول لي استبدل الكلمة اللي تحتها خط بالبرونون المناسب. أول جملة بتقول لكل اي جراند، لكل نحفظ معناها كويس، لكل يعني المدرسة، لكل مدرسة نوعها مفرد مؤنث، يبقى مين البرونون اللي يتحط بدل المفرد المؤنث؟ برافو، هنحط ال، نكمل باقي الجملة. لو بير اي لا مير، من غير ما اعرف معناهم، لو بير دي كلمة مذكر، لا مير كلمة مؤنث. عرفنا منين؟ قال لي من الارتيكل اللي محطوطة قبلهم، من الأداة اللي قبلهم لو ولا. لو بير اي لا مير دول اتنين عايزين نشيلهم ونحط مكانهم برونون واحد بس، ده جمع مختلط يبقى هنحط إلى فيكس. لو جارسون، لو جارسون ولد، يبقى هنحط إيل عشان مفرد مذكر. ندى إيرانا، ندى إيرانا دول اتنين بنات يعني جمع مؤنث، يبقى هنحط إلى فيكس. آخر جملة لغم، لغم أهي فيها لا، لا يبقى دي كلمة فيمينان كلمة مؤنث، هتحط مكانها إل.